شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ حديثنا في هذا اليوم بذكر بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل الصيام. المفطرات التي تبطل الصيام متعددة، من جملة هذه المفطرات الأكل والشرب. الله تعالى يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْتَنِعَ من الأكل والشرب. هل هنالك فرق في الأكل والشرب بين القليل والكثير؟ الجواب على ذلك: كلا، لا فرق فيما بين القليل والكثير. هنالك بعض الأحكام الشرعية مبتنية على الدقة، ولا مجال فيها للتسامح. إحنا في الأشياء العرفية أحيانا نتسامح، إذا اشترينا بضاعة لعلنا نتسامح في هذه البضاعة. مثلا يشتري كيلو، البائع يخلي له كيلو وشيء، لا يدقق في هذه البضاعة، ولكن بعض الأحكام الشرعية مبتنية على الدقة العقلية ولا مجال فيها للتسامح. فلا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون كثيرا أو يكون قليلا،
كما أن الكثير يبطل، القليل أيضا يبطل. إذا واحد مثلا تجشأ، التجشؤ عمل مو محبوب كما يبدو من الناحية الشرعية ولو في الجملة. إذا واحد تجشأ وخرج هنالك شيء من الداخل إلى فضاء الفم، أولا هذا العمل جائز أو مو جائز؟ التجشؤ، الجواب على ذلك إذا واحد يعلم أن بقايا الطعام تخرج بهذا العمل فلا يجوز له التجشؤ. أما إذا لم يعلم وتجشأ، هذا العمل في حد ذاته جائز، ما في إشكال. إذا خرجت ذرة من ذرات الطعام ووصلت إلى فضاء الفم لا يحق له أن يبتلعها، لأن هذا أكل، ولا فرق في الأكل بين أن يكون قليلا أو يكون كثيرا، فيجب عليه أن يقذفه حتى إذا كان في الصلاة، يأخذ المنديل ويقذفه في ذلك المنديل، أو يحتفظ به في فضاء الفم إلى أن يكمل صلاته ثم يقذفه. على كل حال أن يقال هذا شيء قليل، لا، لا فرق بين أن يكون قليلا أو يكون كثيرا. وهكذا الفقهاء العظام يقولون إذا واحد استاك المسواك، هذا المسواك يأخذ بقايا من الرطوبة، كلامي في المسواك الشرعي يعني عود الأراك، هذا يأخذ مقدار من الرطوبة من الفم. ما دام المسواك في فضاء الفم ما في مانع أن يبلع هذه الرطوبة الموجودة في الفم والتي هي من الفم. أما إذا طلع المسواك، هذه الرطوبة صارت رطوبة خارجية، الشيء إذا خرج من البدن يصبح شيء خارجي، فإذا أعاد المسواك مرة ثانية إلى الفم لا يحق له أن يبتلع هذه الرطوبة، لأن هذه الرطوبة أصبحت رطوبة خارجية. إلا إذا علمنا علم بأن هذه الرطوبة استهلكت استهلاك، يعني بعد ما إلها وجود، انعدام، انعدام بالنظر العرفي، وإلا بالدقة العقلية خو ما منعدم، مثل قطرة من الدم إذا ألقيتها في الحوض بعد مدة تشوفون أنها انعدمت، هذا مو انعدام حقيقي لكن في نظرنا انعدام هذا.
فإذا انعدمت ما في إشكال، ولكن من أين نعلم أن هذه الرطوبة قد انعدمت واستهلكت؟ فإذا واحد يجب أن يدقق في هذه القضية. أكثر من هذا، المرأة عندما تخيط، عندما تبلل الخيط، هذا الخيط يأخذ رطوبة، فإذا أعادت هذا الخيط إلى الفم، هاي الرطوبة الخارجية دخلت في الفم، فلا يحق لها أن تبلع هذه الرطوبة. المسواك المتداول الآن، ما هو حكمه؟ الجواب ما في إشكال، المسواك والمعجون ما في إشكال، ولكن ينبغي أن يواظب الصائم أن لا يصل إلى الحلق. الحلق يبدأ من مخرج الخاء، حرف الخاء، هذا بداية الحلق في الإصطلاح الفقهي. فإذا هذا الماء الذي يستعمل ما وصل إلى مخرج الخاء، ما في إشكال. البحث الآخر، إذا واحد تمضمض وبدون اختيار الماء سبقه إلى الداخل إلى الجوف، ما حكمه في هذه الحالة؟ الجواب على ذلك، مرة هذه المضمضة تكون لأجل الوضوء، يعني يتمضمض ويتوضأ، الآن وضوء يكون لصلاة الفريضة أو يكون لصلاة النافلة أو يكون للكون على الطهارة، إذا تمضمض لأجل الصلاة يعني لأجل الوضوء وسبقه الماء إلى الداخل إلى الجوف، معليش صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عليه. أما إذا لا، التمضمض كان للتبرد أو عبثا وسبقه الماء إلى الداخل، صومه باطل في هذه الحالة. إذا واحد تمضمض للتبرد أو للعبث فسبقه الماء إلى الداخل بالاختيار منه، صوم باطل، يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم إلى المغرب، يعني ما يفطر، ويجب عليه بعد ذلك أن يقضي هذا اليوم. أكو علي كفارة؟ لا، ما علي كفارة، فقط قضاء، لأنه ما كان متعمد، ما علي كفارة، وإنما عليه القضاء فقط. يوم الأحد القادم يعني بعد غد يصادف على ما هو المعروف ذكرى
ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نتخذ هذا اليوم يوم فرح وسرور، وأن نحاول أن نستفيد من بركات هذا اليوم. واحد يأخذ كتاب في أحوال الإمام الحسن صلوات الله عليه، لأن حقيقة إحنا عندنا جهل كثير من بحياة أئمتنا صلوات الله عليه. من يعرف حياتهم؟ الإنسان يأخذ كتاب أو كتيب حول الإمام الحسن صلوات الله عليه ويطالع هذا الكتاب. هذا الإمام الذي افترض الله طاعته علينا، يجب أن نعرف حياته أحواله ولو بكتاب واحد. الإنسان يطالع وصايا الإمام، حكم الإمام، هاي الأشياء اللي نقراها مو معلوم أنها صحيح باطل، النظريات التي يقولها زيد وعامر، النظريات اللي لها مصدر بشري، الفيلسوف الفلاني قال كذا، هذه نظرية بشرية واحد قايلها، صحيح غلط مو معلوم. الحق اللي واحد يطمئن إليه، اللي واحد قلبه يستقر، نجده في كلمات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة اللي نطمئن إليها موجودة في هذه الكلمات، يكشفون لنا الواقع، يبينون لنا الطريق. ليش واحد يحرم من هذا المعين، من هذا المنهل؟ واحد يطالع أحوالهم، يحفظ أحاديثهم. هذه الأحاديث التي نطالعها والتي نحفظها تصنع شخصياتنا. الإنسان عندما يحفظ شيء من كلمات الأئمة صلوات الله عليهم، هذا يخلق نور في باطنه، هو يشعر بذلك النور. يعني هو الإنسان عندما يقرأ هذه الأحاديث يشعر بهذه النورانية، هو يشعر أنه تغير. واحد يطالع، يحفظ، يحضر إلى المجالس اللي تعقد بهذه المناسبة ويستفيد منها. نحن في هذا اليوم نكتفي بقراءة حديث واحد مما أثر عن سيدنا ومولانا الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يتعلق بتلك الحقيقة الكبرى التي تتعلق بنا، اللي نغفل عنها. إحنا في زحام الحياة يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة الكبيرة، مثل الشاة
أظن هذا التعبير وارد في الحديث، مثل الشاة اللي تشتغل بأكلها وشربها وعلفها وتغفل عما يراد بها. احنا ايضا مشغولين بأكلنا بشربنا بتجارتنا ونغفل عن هذه الحقيقة الكبيرة. ثلاث حقائق كبرى عندنا: الألوهية والنبوة والمعاد. هذه ثالثة الحقائق الكبيرة التي يجب أن نتوجه إليها. هذا الحديث يقول، الحديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كان للحسن بن علي صديق. الإمام الحسن كان عنده صديق، لكن هذا الصديق يبدو أنه كان مخلطا، يخلط مثل كثير منا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتباطأ عليه أياما. ما اجى هذا الصديق أيام للإمام، فجاءه يوما فقال له الحسن: كيف أصبحت؟ فقال: يا ابن رسول الله، أصبحت بخلاف ما أحب ويحب الله ويحب الشيطان، لا الله راضي عني ولا الشيطان راضي عني ولا أنا راضي عن نفسي. الشيء اللي أريده ما أحصله، ما أناله. أصبحت يا ابن رسول الله، أصبحت بخلاف ما أحب ويحب الله ويحب الشيطان. فقال له الإمام: وكيف ذلك؟ شلون؟ قال: لأن الله عز وجل يحب أن أطيعه ولا أعصيه. الله يريد مني الإطاعة الكاملة وأنا مو هالشكل، أنا لا أطيع الله إطاعة كاملة ولست كذلك، والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه. الشيطان يريد مني الإطاعة الكاملة، أنا ما أطيع إطاعة كاملة لأن عندي إيمان نوعا ما، والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك، أنا مو هالشكل، فلا الله راضي عني ولا الشيطان راضي عني، وأنا أحب أن لا أموت ولست كذلك. احنا ميعجبنا ان نخلد في هذه الحياة، هاي غريزة الخلود، حب الخلود موجود في كل واحد منا. الحيوانات ما نعلم شنو اطار تفكيرها، بس احنا نشوف حتى الحيوان نملة اذا دا تمشي تخلون ايدكم تشرد تهرب. هل هذا حب للبقاء أو شيء آخر؟ كلامنا في هذا رجم بالغيب، ما ندري، لأن ما نعلم شنو إطار تفكير الحيوان. حيوان إلى تفكير ما إلى تفكير، على كل حال بس هذه الظاهرة ملموسة، الحيوان يشرد من الخطر.
الإنسان الله تعالى خلى فيه غريزة حب البقاء. وحتى الشيطان عندما اجى الى ابونا ادم شنو قال له؟ قال من اي منفذ دخل الى ادم؟ قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فانا احب البقاء، ولكن ماكو هنالك مجال للبقاء. أكره الموت، ولكن الموت يفرض علينا فرضا. فقام إليه رجل من الحاضرين، قام إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه وقال: يا ابن رسول الله، ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟ ليش ما نحب الموت؟ الموت شنو هو؟ الموت شي مبغوض؟ لا، الموت مو عدم، الموت أمر عدمي أو حقيقة وجودية. شنو هو الموت؟ الكفار يعتقدون بأن الموت أمر عدمي، إحنا المؤمنين خم نعتقد أن الموت أمر عدمي، حقيقة وجودية، انتقال من نشأة إلى نشأة، هذا معنى الموت. واحد في بيته يجي إلى المسجد، هذا أمر عدمي لو أمر وجودي؟ هذا أمر وجودي، انتقال إلى نشأة أفضل، إلى نشأة أعلى. ليش نخاف إحنا الناس العاديين؟ فقال الإمام صلوات الله عليه جوابا لطيفا، وكل كلماتهم لطيفة، قال الإمام الحسن: ليش نكره الموت؟ لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، وأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. واحد يردون يطلعوه من بيته يودوه في خرابه، يقبل؟ يكره ذلك. هاي دنيانا عمرناها، ما في إشكال واحد يعمر دنيا، أن يكون له بيت، أن يكون له ثروة، ما في إشكال. ولكن إذا الإنسان دنيا كانت عامرة أما آخرته كانت خربة، ولا يحب الذهاب إلى هناك، هذا واضح. أما إذا واحد اطمأن إلى أن آخرته معمرة، يعني قدم، مثل واحد الآن في بيت متواضع، نقل أثاثه، ثروته، أشياء إلى دار ثانية، إذا قالوا له تفضل يكره ذلك؟ ما يكره ذلك، يحب ذلك. لذلك نشوف أن أولياء الله سبحانه وتعالى كانوا يحبون الموت. المؤمن يحب لقاء الله، لا يكره الموت. إذا مطمئن، إذا يدري أنه مقدم. ولذلك أولياء الله سبحانه وتعالى كانوا يتلقون الموت. أحد العلماء، هذا توفي قبل حوالي 14 عام، يعني جديدا توفي، هذا كان في المستشفى، طبعا حالته ما كانت حالة مضطربة، لا، حالته كانت مستقرة، لكن كان يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى إشراف طبي.
في يوم من الأيام في 12 من شهر رمضان، يعني مثل بارحة قبل المغرب بثلاث ساعات، يقول للذين حوله: أنا أرد أروح إلى البيت لأن موالي في انتظاري. يا حار همدان، من يمت يرني. والشاعر الآخر يقول: أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة. الموت اللي واحد يشوف في أمير المؤمنين ولا أئمة الطاهرين، هذا مو موت، هذا حياة. أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة. ليت قد عجل لي ما هو آت. يتمنى هذه الساعة، تلك اللحظة اللي يشوف أوليائه، والبشرى بشارة الله التي تنقل إليه: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. راجعوا التفاسير في تفسير هذه الآية المباركة، فيقول: أنا أريد أروح للبيت لأن موالي في انتظاري، ساداتي في انتظاري. الطبيب يجي يقول له أنه لا، أنت تبقى هنا، أنا تكون تحت الإشراف أفضل. يقول: لا، أنا ما أقدر أبقى، لأن أنا بعد ساعة واحدة لازم أموت. تحديد، إخبار، بعد ساعة لازم أموت. فالطبيب يقول: ذولا ما يخالف، هسه ما دام مصر خلي يروح، بس وضعه مستقر ما عليه خطر، ودوا للبيت ما في إشكال. يجيبون هذا العالم الجليل إلى البيت، فيأمر أن يزينوه كما يزين العريس في ليلة زفافه، الشاب في ليلة زفافه. شلون يزينوه؟ هكذا يأمر، يأمر أن يزينوه، أو هو يتزين. ثم يقول لهم أنه: خلوني في الغرفة. واطلعوا، يطلعون من الغرفة، ثم يعودون فيجدونه ممدد باتجاه القبلة وقد أسلم روحه لخالقه. هالشكل. ونسمع من الخطباء العظام أنه بعض أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه، يمكن برير كان أو واحد آخر، في ليلة العاشر أو في يوم العاشر كان يمازح الآخر، كان يمازح حبيب، كأنه برير كأنه كان يمازح حبيب. ليش؟ لأنه هذه قنطرة. الإمام قال لهم، قال لهم: صبرا يا بني الكرام، ما الموت إلا قنطرة تعبر من البؤس إلى جنان الله. ولكن هذا الشيء يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى إعداد. هو هذا الشيء اللي شيخ عبد الكريم الحائري كان يفكر به عندما توسل بالإمام الحسين صلوات الله عليه. قال للإمام: لازم يوم من الأيام أنا أموت. عندما جاء ملك الموت لقبض روحه في ليلة الجمعة وهو في كربلاء، قال: أنا في يوم من الأيام لازم أموت، ولكن الآن يدي خالية، ما
ما بيها شيء، ما عندي شيء. فاطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمد في أجلي. توسل بالإمام الحسين صلوات الله عليه. فجاء شخص من قبل الإمام وقال الإمام يقول إن الله سبحانه وتعالى قد أجل موتك. وفعلا الله طاع عمر وخدم وأسس وكون. واحد الآن ما دام يتمكن، ما دام يقدر يعمر آخرته حتى لا ينتقل من دار عمران إلى دار خراب. لا، أحد الأفراد ما أجيب خصوصياته مات، رؤية في المنام، واحد شافه في المنام قاعد في خربة وعليه ثياب ممزقة ووجهه أسود. فسأل أحد الأشخاص المعبرين قال شنو معناته هذا؟ قال واضح معناته، هذا ما بنى لنفسه شيئا في الآخرة، يسكنوا في خراب، يلبسوا الثياب، يلبسوا الثياب الممزقة ووجهه أسود أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسول الله. واحد ما دام يتمكن يتزوج. هي كلمة سبحان الله، واحد يقول هذه شجرة في الجنة، قل هو الله واحد يقرأ في هذا الشهر، كل قل هو الله واحد يقرأ في هذا الشهر على ما يذكره بعض العلماء يعادل أكثر من 1000 ختمة قرآن. إذا القرآن 6666 آية، فتقل هو الله واحد يقرأ يكتب له 2222 ختمة قرآن، فتقل هو الله. فد الحمد لله واحد يقرأ، يعني سورة الحمد، الله يكتب له 4444 ختمة قرآن في هذا الشهر، طبعا مو في شهر ثاني. هذا خير. واحد يتزوج، مساعدة المحتاجين، إفطار الصائمين، طبع الكتب الدينية، إقامة المجالس الدينية في البيوت، هذه كلها نعمر بها آخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، وأن لا يجعلنا من المحرومين. اللهم إنا نسألك حسن التوفيق وحسن العاقبة. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي